تشرفت مع السيد المدير العام لمجموعه بريد المغرب اننا نرفعوا الستار على طابع بريدي اللي كيرخ الذكرى 60 لتاسيس المكتب الوطني للسكك الحديديه. والدلاله ديال هذا الطابع البريدي اللي فيه قطار عمره تقريبا 50 سنه والقطار الفائق السرعه اللي تم التدشين ديالو من طرف صاحب جلاله نصر الله في نوفمبر 2018 هو هذا الطابع البريدي مرآة للتطور اللي عرفته بلادنا. فالتطور اللي عرفوا قطاع السكك الحديديه لا سيما في العشريه الاخيره تحت القياده الرشيده صاحب الجلاله كيعكس كذلك التطور السوسيو اقتصادي اللي عرفته بلادنا. وطبيعه الحال هذا الزخم ديال التطورات اللي عرفتها بلادنا غتعرف كذلك دفعه قويه فيما يخص التطور لواحد مجموعه المجالات فيما فيهم المجال ديال قطاع السكك الحديديه لمواكبه التطور السوق الاقتصادي بلادنا ولا سيما نظرا للتحديات اللي كتصدر بلادنا لا على المدى القريب لا على المدى المتوسط ولا سيما فيما يخص تنظيم كاس العالم 2030 واللي غادي يلعب قطاع السكك الحديديه دور جد هام وجد فعال فيها. Le timbre poste spécial que nous allons dévoiler dans quelques instants s'inscrit dans le cadre de la politique de Bayed al-Maghrib qui vise à accompagner et à soutenir les grands projets structurants de notre pays. Il est le fruit de la collaboration entre nos deux institutions, Bayed al-Maghrib et ONCF, une collaboration qui renforce notre volonté mutuelle d'accompagner pleinement la dynamique de développement économique et social de notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Mesdames et messieurs, le partenariat entre Bayed al-Maghrib et l'Office national des chemins de fer, deux institutions publiques au service des citoyens marocains, ne date pas d'aujourd'hui. En effet, jusqu'aux années 80, la Poste disposait de son propre wagon pour acheminer le courrier à travers les liaisons les plus importantes, et ça s'appelait d'ailleurs la Poste ferroviaire. D'ailleurs, c'était chez nous, mais c'était aussi en Europe. Donc, le train servait à faire le transport du courrier. Et il y avait même du tri qui se faisait au sein du wagon. Aujourd'hui, encore, ce partenariat se poursuit avec l'offre de prestations du groupe Bayed al-Maghrib au niveau des principales gares du Royaume. Mesdames et messieurs, l'œuvre philatélique Office national des chemins de fer 60 ans de progrès représente un train datant de plus de 50 ans et un train à grande vitesse, côte à côte sur les rails, symbolisant l'évolution technique et durable qu'a connue cet opérateur historique national depuis sa création en 1963. هذا الطابع البريدي يخلد للذكرى 60 لإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية. هو عبارة عن تجسيد لصورة القطار القديم الذي يعود إلى أكثر من 50 سنة جنبا إلى جنب مع القطار فائق السرعة الذي هو البرق. إذن 60 سنة من التطور خلدها بريد المغرب مع المكتب الوطني للسكك الحديدية ليؤرخ ويكرس شراكة تعود إلى عشرات السنين، حيث أن البريد كان يستعمل عربات القطار لنقل البعائث البريدية. اليوم نحن فخورون بهذا الإنجاز، ويمكن لجميع المواطنين أن يجدوا هذا الطابع البريدي ابتداء من اليوم في مكاسب البريد وعبر البوابة الإلكترونية لبريد المغرب. هذه الشراكة اليوم هناك عدة مكاتب بريدية توجد بمحطات القطار لتقديم خدمة لعموم المواطنين، فهما مؤسستين في خدمة المواطن المغربي بحكم أنهما يقدمان خدمة عمومية. هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك شراكات أيضا في إطار الدراسة، واليوم لعل هذا الإصدار يؤكد أن هناك استمرارية. ليست هناك حين ذكرت أن كانت عربات القطار تستعمل من قبل، واليوم هناك بعض يعني التقنيات والتي تستعمل لنقل البريد، فلا تزال الشراكة في جوانب أخرى بين المؤسستين. الإصدار ديال الطابع البريدي من حيث دلالة أخرى
ولا سيما انه هي مناسبه اللي كتعكس واحد الظرف واحد الزمان اللي فيه دروس للجيل الحاضر للاجيال المستقبليه. ومن خلال هذا الطابع البريدي هو لا سيما فيما يخص الطابع اللي كيخص قطاع السكك الحديديه فيمكننا نعتبره كمرآه للتطور السوسيو اقتصادي اللي عرفته بلادنا تحت القياده الرشيده صاحب الجلاله، وكيفاش انه التطور اللي عرفوا القطاع السكك الحديديه، ومن خلال هذا التطور السكك الحديديه هو كيعكس التطور ديال بلادنا بصفه عامه والحمد لله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.